Follow me like the stars. Now we start. Feel my vibes. Long time, all this time. You're my life. Feel so fine. مرحبا بنات، اليوم رح اعملكم مكياج يلي هو مكياج العيد، واول خطوه بنعملها هي تنظيف البشره بمزيل المكياج. بعدين بننشف البشره بمحرمتين وبنتاكد انه نشف تماما. من كفر اف اكس رح رشلها الماتيفاينج سبراي، بعدين رح اشتغل بقطره اميره لندن. ننطر شوي صغيرة لحتى يشربوا الوجه. كونسيلر غامق بالأول حتى يخفي لنا كل العيون as corrector. عم بدمج اللونين مع بعضهم، منقرب على المنخار لحتى نصغر من عرضه للمنخار من هيدا المنطقة. نفس الشيء عم بعمل بتاني مين. وعم نحدد لها طرف وجهها. هلا عم نستعمل كمان من ميك اب فور ايفر اللون الفاتح لحتى ضوي لها وجهها. هلا عم بدمجهم، افوت اللونين ببعضهم بطريقه الطبطبه. هيدي الطريقه بنعملها لحتى كل شيء زايد بالفاونديشن تشربه الكلينكس. الترانسلوسنت باودر من سنساي. ومنختار لون تاني من الكومباكت باودر يلي هو التوباز بيج كمان من ماركة سنساي. الحركة دايما لازم تكون دائرية، دايما اللون الغامق منحطه بريشة او منثبته بريشة. برايمر للعين لحتى يثبت الاي شادو معنا. هلا اللي عم بعمله هو عم دوب من لون الانتقالي اللي حطيته بالاول لتحت العين لحتى نحس انه الالوان ذاتها اللي استعملناها بالجفن الفوقاني هي ذاتها عم نستعملها بالجفن السفلي. هلا اللي عم بعمله هو بالقلم نفسه تبع كلارنس عم بعلم منبت الرموش. لما بوصل على المحل يلي بدي ادمج فيه اللونين بصير غط الريشة او البراش باللونين، باللون الغامق واللون يلي اوريدي استعملته. هلا عم كحلها قلب عينها بقلم اسود. وقتها منكحل قلب العين لازم نروح ونرجع لحتى اللون يعطينا قوية انتنس. هلا يلي رح نعمله لملح واجب. هون عم نعلم بالاول بالقلم الفاتح، بعدين بنصير نغمق شوي شوي الحاجب. باصبعي رح احط من كفر اف اكس على نص العين. كل ما بصير لجهه الشادو كل ما بصير الطبطبه على طريقه انعم. ضمن مجموعة Artist Face لميك اب فوريفر عم ضوي تحت الحاجب بلون البيتش بمدمع العين. أنا عم بحط ماسكارا سوداء على الرموش حتى إذا في شي هارر قبل لحتى نجرب نغطيه قبل ما نحط رموش. أول ما بنحط صبايا الرمش بنحطه بالأول بالنص، بعدين بنثبته على الطرف البراني،
بعدين بنثبته من الطرف الجواني. البرونزر عم بستعمله هون as pre-blush، يعني قبل ما احط البلاش، ولحتى ثبت الكونتور يلي حاطه على منطقة الخد والجبين وأطراف الوجه. أمريزي هايلايت من أناستازيا بيفرلي هيلز، ونحطه بريشة الهايلايت بطريقة دائرية. دايماً منجرب البلاش، نحطه على رأس الخد بالمنطقة يلي بالفعل منستحي فيها أو وي بلاش، يلي هي منطقة البوميت رأس الخد. دايماً إذا بدنا نكبر الشفاف، من المفضل إنه نرسمهم بالأول على الحجم الرئيسي يلي عنا إياه، بعدين منصير نكبر بالطريقة التصاعدية.